هذا القانون الدستوري الذي حمل ابتكارات جديدة والذي دخل هيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من قبل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية هذا الاثنين 14 من ديسمبر 2020، فإنها من دون شك تكتسي أهمية بالغة في تقوية الديمقراطية التي تعيشها البلاد منذ الأول من ديسمبر عام 1990، كما تسهم هذه الابتكارات أيضا في تقوية دولة القانون، لأن هذه الابتكارات المتمثلة في القرارات 28 التي قدمت من مختلف طبقات المجتمع التشادي التي شاركت في المنتدى الوطني الشامل الثاني الذي عقد في الفترة من 29 من أكتوبر وحتى 1 نوفمبر، تبناها المنتدون بكل حرية وديمقراطية، وبالتالي قد أدمجت في الدستور 4 مايو 2018 غداة مراجعته بالجمعية الوطنية، والذي اعتمدته في 3 ديسمبر 2020 بأغلبية ساحقة، لأن بعض التعديلات التي أدخلت في هذا الدستور بحسب المشاركين في المنتدى تسهم بشكل كبير في توطيد السلام والوحدة الوطنية والاستقرار وسيادة القانون والحكم الرشيد وتحسين أداء مؤسسات الجمهورية. هذا من أبرز هذه الابتكارات التي احتواها هذا الدستور: تأسيس منصب نائب رئيس الجمهورية وإنشاء سلطة تشريعية برلمانية مؤلفة من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وسيادة المحكمة العليا. عموما أن دخول هذا الدستور المعدل حيز التنفيذ الذي يتفق إصلاحات مؤسسات الدولة التي دعا إليها مشير تشاد غداة حملة الانتخابية لعام 2016 يعد بمستقبل باهر لتشاد. الدستور الجديد المعتمد بتاريخ 14 ديسمبر 2020 فيه تجديدات، حيث تتمثل في إحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، وسيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، وقد تم أيضا سحب أداء القسم، وحدد السن الترشح للانتخابات الرئاسية ب40 عاما، وإعادة محكمة الحسابات لتكون فاعلة على الصعيد المحلي وشبه الإقليمي خاصة في مجموعة السماك. كما شمل الدستور الجديد استحداث مجلس الشيوخ، حيث يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب النائب، بينما يحمل أعضاء مجلس الشيوخ لقب عضو مجلس الشيوخ، حيث إن ولاية أعضاء مجلس الشيوخ 6 سنوات قابلة للتجديد بثلث كل سنتين. كما أضيفت البيئة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعدت في الدستور الجديد المراكز الإدارية التابعة للمحافظات. وإذا ما رجعنا إلى مجلس الشيوخ، فإن الجمعية الوطنية تتولى مهام هذا الأخير، للإشارة إن التعديلات التي وردت في الدستور الجديد هادفة، وجاءت هذه التجديدات والتعديلات خلال أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني لإصلاح مؤسسات الدولة.